طالبة طه حسين محمود، كنت طالبة في الثانوية العامة وحصلت على 99.5. الحمد لله جات لي ترشيح ان انا دخلت كلية الطب الاسكندرية، والله يعني الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، وده جه من تعب ومجهود واجتهاد والله، برغم الظروف الصعبة اللي انا كنت فيها والعواقب اللي هي قابلتني في السنة دي بالذات وكده. وانا ساعدتها علشان والدي كان تعبان ومريض ما بيقدرش يطلع ما بيقدرش يقعد، هو من ساعه ما قعد في البيت وانا بقيت ايديها ورجليها على طول معاها هنا، حتى في الدروس اطلع من الدروس اجي اقعد عندها اساعدها، ابيع معاها الم واشطب كده. وبعدين بعد ما بخلص بنروح ونشوف هتعوز حاجه في البيت اعملها معاها، وبعد كده بطلع اكرر مسيره الدكتور محمد مشاري طبيب الغلابه، علشان انا واحده من الناس الغلابه ديت، وطبعا عمري مثلا ما هاجي على واحد غلبان زيي ولا اي حاجه من ديت، علشان الناس على قد حالها وفيها اللي مكفيها، فمش مش محتاجه عشان تكشف ولا تاخد دواء ولا عشان تشفى مش تدفع دم قلبها في فلوس. ومصات والدي اللي مشجعاني ان انا نفسي اريحه، انا نفسي اريحه عشان هو تعب جامد، وكان نفسي ابقى افرح ماما بيا وتفرح بيا وكده، علشان هي تعبت جدا وتعبت ياما من صغري، حتى بابا تعبان من صغري وهي تعبانه، فهي نفسها بقى تلاقي ده ونفسها تحصد اللي هي زرعته. فهي دي مش ما كانش مجرد حاجه بسيطه، بس دي يعتبر رساله موجهه لي، شرف ليا وفخر ليا ان الفرش ده هو ده اللي خلاني كده، وهو ده اللي حطني في المكانه اللي انا فيها دي، والحمد لله على كل شيء. ما تخلص الدروس تطلع من الدروس عليا تيجي لما معايا الفرش ومربطينه كل يوم، حاسه بيا جدا يعني، وتقول يا ماما ان شاء الله ريحت ساعه ساعتين في اليوم، تعمل شغل البيت فيه شغل تروح تعمله، مثلا انا تعبانه مش قادره اعمل عشاء تروح تعملها، بين الدراسة وبين الشغل وبين الدروس يعني كله ما يعني منظمة يعني. الحمد لله يا آية انت تعبتي وربنا وفقك وربنا ما خيبتكيش تعب.